نذكر هيئات الحيوانات التي نهي الرجال أن يتشبهوا بها في الصلاة. نظمها بعض الفقهاء فقال: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية، وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعة. نهينا عن بروك البعير، وقد اختلف الفقهاء فيه، فقال أكثر الفقهاء: بروك البعير هو أن يلاقي الأرض بركبتيه قبل يديه. وقال البعض الآخر: بل هو العكس، لأن البعير ينزل على يديه الأماميتين قبل ركبتيه. ونهينا عن التفات الثعلب، وهو أن يحرك عينيه يمنة ويسرة في صلاته دون تحريك جسمه، أما إذا تحرك البدن بكليته عن القبلة فقد بطلت الصلاة. وكذلك يكره نقر الغراب في سجود الفريضة، وهو ألا يطمئن في سجوده. ويكره أيضا التشبه بجلسة الكلب، إقعاء الكلب، أو ببسط ذراعه، يعني لا يلصق المصلي ذراعه بالأرض، وإنما يعتمد على كفتيه فقط في حال السجود. وأذناب خيل عند فعل التحية، يعني يكره أن يشير حين السلام بإصبعه يمنة وأماما ويسرة، فذلك تشبه بأذناب خيل الشمس. وكذلك يكره تدبيح الحمار، وهو أن ينزل رأسه حال الركوع أكثر من اللازم، وأن يمد عنقه فيتشبه بذلك بالحمار. وقال الفقهاء: الركوع الصحيح هو أن يستوي ظهره، بحيث لو صب على ظهره ماء لم ينسكب إلى الأمام ولا إلى الخلف. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.